جزاكم الله خيرا. البلاغة في القرآن الكريم واضحة، هل إذا قرأ الشخص وانبهر بتلك البلاغة هل يجوز أن يقول سبحانك ربي ما أبلغك، كما يقول مثلا سبحانك ربي ما أرحمك وما أقدرك لتعظيم الله سبحانه وتعالى؟ الأحسن أن يقول سبحانك ما أبلغ كلامك، ما أبلغ كلامك وأفصح كلامك وأنفع كلامك، نعم، لأن هذا وصف لكلام الله سبحانه وتعالى، نعم.